بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أيا شبابا، قضى بين العدا، جاورت أعدائي وجاور ربه، شتى بين جواره بين جواره وجواري. آه ولدا وقاسما، سووا لهم طريق حتى يطيفون، جزاكم الله خير وياي. الله يبارك لك. كالعادة هاي أبيات أنا أقراها وأكررها. جيبوا شميعة، جيبوا بخور، عريس عيدنا بعاشور. جيبوا شميعة، جيبوا بخور، عريس عيدنا بعاشور. ومشونا بدموع العين، زفافا نمشي للمدينة، اسرعوا من بعد السلام وقولوا عيدكم عريس بالطف يا كرام. وعادت العريس بزفاف العمام، وجسامي بس عم بقى، جيبوا شميع، جيبوا بخور، عريس عيدنا بعاشور. ومشونا نمشي الكربلاء، الليلة جاسم زفته، يا
يم الشباب تحضري الجاسم وعجن حنته. كل عادة الشباب كانوا يجيبون صواني وبيها شمعة على كل نهاية باسم كل شاب ما شم الهوى, باسم كل شاب زفوا أهل للقبر. يا مولا يا ابن الحسين عينك علينا هالليلة سيدي, الله يجازيكم. استريحوا شباب باللي بالآخر المجلس, خل نقرأ باسم مولاي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. آخ وسيدا ومظلوما, قال له الحسن سلام الله عليه لأخيه الحسين: أخي أبا عبد الله, غدا وديعتي إذا بلغ مبلغ الرجال زوجه إن حصل, وإلا فلا. هذا مولانا القاسم سلام الله عليه ابن الحسين صلوات الله وسلامه عليه, كان عمره الشريف 13 سنة في يوم عاشوراء لما قتل علي الأكبر ابن الحسين, ونادى أبو عبد الله وغربته ووحدته وقلة ناصره. جاء القاسم ملبي لعمه: لبيك يا ابن رسول الله, لبيك سيدي يا أبا عبد الله. لما راه الحسين عليه السلام بكى, تذكر أخاه الحسين, قال: بني قاسم أنت وديعة أخي الحسين, بني ارجع إلى الخيمة. رده الحسين جاء إلى أمه باكي: أمه ردني عمي. قالت: لا عليك, إلي ألبسته ملابس مولانا الحسن, وتقلد سيف أبي وقصرت عليه تلك الثياب, وقالت: هذه وصية تركها لك أباك الحسن, اذهب بها إلى عمك. وإذا بها ولدي قاسم, إذا رأيت عمك الحسين يوم عاشوراء وحيدا فريدا, لا تقصر عن نصرته. قال: عم يا حسين, هذا أبي يأمرني أن أقتل بين يديك. بكى الحسين تعانقا: أويلي أويلي من تلاقى وعند الوداع, امشابك طول لمن هو ولا القايا. يقول إمامنا زين العابدين: كنت أنظر إلى أبي, رأيت دموع تتقاطر على الأرض. قال: بني قاسم امضي وودع عماتك وأمك وأخواتك, لزمة ترجع بسكينة وعمت بحلقة شم, ومن الخيام مذعورة طلعت تنادي أمه: لليوم أنا ذا آخرتك, بالك تخيب ظنوني, هز الرمح وتشنى يا والدة دعيلي, رايح أنا يا والدة من غير ما تقليلي. يمه عمي وحيد بكربلة, المن أضمن حالي
انتي وعمتي زينب لما نغير نخيني اصيج قلها وصية سمعي اللفظ جوابي شنو وصيتك يما قاسم عيناك يا يما تكلم يا ولدي انا اسمعك يقلها شبان لو شفتيهم بالله تذكر شباب محروقة ومن يا والدة من دون كل أصحابي عطشان أنا يا والدة وقت الشرب ذكريني وجاء القاسم إلى عمه الحسين وودع الحسين ومضى ترى ما صار ذاك اليوم أي شيء لا زفاف ولا زواج بس هذا يا أخواني الشيعة من أيام زمان وإلا علي الأكبر مقتول شباب بني هاشم مقتولين ما يصير أبداً بس هذا من باب تعظيم المصاب ولو المصاب أعظم وأعظم مما إحنا نصور على كل أحبابي ومضى القاسم وكأن مضى الحسن لما ينظر إليه أخيه عمه الحسين ومشى معه قلب الحسين ودخل المعركة راجل وهو يقول إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن أي والله اكسر الإضاءة خفف الإضاءة خلي شوية نقرأ باسم القاسم وهاي شجاعة اريد اقراها لا ما يصير يعني اقرأ على ابن الحسن عم ابو فاضل عم ابو نعم ابو علي وما اذكر هالكلمات من جاسم وهبت الريح طبل الحرب صالوا ورخ العوجة والخيل ديها تيبسن صالوا تنخب الحسن صاحت علي من اللي يصيح بيها الرعب وانتخوا هز البيرغة وذب الكمين على الوغى والخيل شال وروغة وذب الشمال الجنحين فوق القلب ولا كثرة بعين الزلم إش ما زادت يزيد العزيم من الخوف خلى الملهزيم يلده بساتين الريح وين القرب تاهو عمى وقام يخذل وشلون يخلص ما يعرف يقول ابن مسلم خرج علينا شاب يبلغ من العمر 13 سنة الله أكبر وما رحموه وسات لعناء ألا لعنهم الله كسروا قلب الحسين كسروا قلب الحسين يقول كأنه فلقت قمار وجاء نعم يقارع الأبطال وينكس الرايات كيف لا يكون هكذا وأبوه الحسين وهو يقول أنا شبل الحسين أنا شبل الحسين يقول حتى قطع شسع نعله وكان راجل يقول وانحنى ليسوي يقول للجيش كلكم ما تصيرون مقابل هذا الشسع يقول لما نظر إليه هذا الأزي قال والله لأذكر الحسين بهذا الغلام قلت ويحك والله لو قتل جميع ولدي فلا أتعرض إليه بسوء يا الله بحق القاسم ارزقنا الصرخة فجاء اللعين وكان القاسم منحني على شسع عليه فرفع اللعين سيفه وضرب القاسم على رأسه أيوة سيدا وقاسما وشهيدا وقع على التراب قال عليك من السلام عم يا حسين أقبل إليه الحسين قتل قاتل جلس عند رأسه يقل له خلوني وحيدي يا
جاسم يا ريت السيف قبلك حزوريدي يا عمي وعلى خيمي يا عم القوم تفتر يا عمي. عاد جاب الحسين شاله بس بيا حال يقول كان رجلي القاسم يخطان الأرض. تبين الحسين ظهره منحني جابه ودخل للخيمة اللي بي نعم علي الأكبر سلام الله عليه. زينب كانت تنظر للحسين دخلت ما شافت أخوها وين أبو علي شايطة تبكي ولو لم يكن دمعها محرقا لأعاد به وجه الثرى معشبا. دخلت مولاتي وإذ ترى الحسين نايم بين علي وبين القاسم ومرة ينحني على القاسم ومرة ينحني على وليده ويبكي عند الشهداء. قلت لأخوي أبو علي النساء على باب الخيمة يريد يدخلن. قالها زينب خلي يدخلن أنا مرد بشي وياهن على ابن أخوي أرد أقعد ويا النساء وأبكي على ابن أخوي. ودخلن النساء وإجت أم رملة تقل آه 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 يا ابني شقول عليك آه يا ابني دول ابن زمان بيك دول ابني دول ابن زمان بيك يا سلوى شلون انساك وانسى ايامك الحلوة يما شل بلوى مثلها ما جرت بلوى اخر ما قلت حقه وتحاسبني تذب البيك تسعى من الشهر شالت امك جابتك يا مدلل وحالت. ما عدا غير القاسم سلام الله عليه وحيد وفقدته بكربلاء دون الحسين فداء للحسين وتنعى وليدها تقل له آه, 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 اه يا ابن الفاجدات اكثرهن مخلفات وما تدري تموت ام الولد لو مات. يا ابن رباي وين وسهر ليل الفات يما ليش ما تقعد تحاسبني اي من ابنها الواما لدت ريد مروف لمن تسكن التلحيد وين الفاجد الشبان وين الضاي جلوعه. أنا صدق أريد أقرأ على القاسم مولاي وبس على كل صحتي مو تمام أريد هو يعيني مولاي القاسم دخيل اسمه ودخيل أبوه. مولاي يا ابن الحسن هاي أبيات أقراها باسمك مولاي أمك تنعاك. وين الفاجد الشبان وين الضاي جلوعه هاي أم جاسم العريس بالعريس مفجوعه. وين الفاجد الشبان خلوياي تتعن لم جاسم نريد نروح نساعدها على الولة ونلقى أم الشباب تجول على ابنها والعقل مذهول قاعدة يم وليدها تجول ما لها مكان تقعد من شدة المصيبة مرة تقعد مرة تقوم مرة تلطم مرة تبكي على وليدها. حقيقة هالشكل النساء وهناك زينب وهنا سكينة وهنا رقية. الله وشنو صار ذاك اليوم العزاء عاد صاحت مولاتي بأبيه وأمي زينب قالت يا خوات حسين بالله يا بنات الصيح أريد الدمع من عدشان مثل دم ابن أخوي يسيح وهن من الخيم لهاجن ومثل لو جيت الولد لاجن. وام صاحت وقالت ما ضاع الولد حقه آه يا يا اخ يا ابني من تجي الشبان يوم العيد صار النوح يوم العيد يطربني يا ابن الفايا يا 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 ماجدات عدهن أولاد أولاد وأنا مات الحليم من جاسم ما مات وحنها أنا روحي ما بطل وأنها وحنها وجاسم نحل عظامي وحنها
جفوفه وحنها تحن بدمعتي ودم المنيه يا يم. اريد اذكر موقفين، الموقف الاول لما مرت على وليدها يوم الحادي عشر، والموقف الثاني لما دارت عليها السنه وولد وامها هناك وامها بالمدينه. اسمع من عد الموقف الاول لما مرت، نعم يوم الحادي عشر من عاشوراء، وكل امرأة تعلقت بالحادي، مثلا الليلة قالت مر بي على هذا الشاب، وهكذا النساء وهكذا مولاتي الرباب وهكذا مولاتي زينب سلام الله عليها، حتى وصلوا إلى جسد القاسم ورأته مولاتي رملة، قالت أيها الحادي مر بي على هذا القتيل، هذا وليدي. الحادي ما يقبل النساء تودع أولادها، عاد صاحت بوادي كربلاء يا جمال يا جمال والله عليك وني وانا كل مرد حاجي جاشم ابني مهرباه المدلله تعبني سل وسقم يوم انشبني انا رد علي بيت يبني يا يم. اسمع الموقف الاخر من رجع وبقوا بالمدينه ودارت السنه وهاي مولاتي ما قاطع الامل، حقيقه هالشكل بعض الامهات عادة تجي يا شباب وتقف على باب الدار وهسه ينفتح الباب وهسه يجي وليد القاسم، آخ فز فزات من يدق دق الباب يا حسبالي الولد هالساعة رديت على كل واقفة على الباب وتنعى وليدها تقول له سنة مرت على غيابك يا يم، سنة مرت على غيابك ولك عايام وتدري الشوف من بعدك لك عايام يا يم عميت لك عام لك عمات يردنك ليش ما الاخوان؟ قالت لا ما الاخوان قتلوا اولاد عمومته قتلوا لك عمات يردنك وإلك عيام يوم كل ما تمر شبان بي يا يما يا يما. قالت سنة كلف على فرقاك مرات رياقي من رحت لليوم مراتك الظلفة ماما هيا بوتنا تعود مرات مرات يا يما تصورك ترجع علي يا يما. اي سنة كلف على فرقاك والله سنة ما عاشت بعد أكثر من ذيك السنة، وإلا مثل منو مثل آل رسول الله دهاهم الدهار. الله أكبر، ديش مقابلة مهد الرضيع وديش مقابلة البقيع وديش تمشي وديش تنوح. الله أكبر، وهل عليهم الهلال وتذكروا ما جرى بهذا الهلال. عاد تقل مولاتي لوليدها تقل سنة سنة مرت على فراقك ولك دار يا يما الحول ولا ذكرت امك ولك دار يا بني لك بقلوبنا منزل او لك دار رحت يما وصفت وحش الثنية يا يما رحت يما وصفت وحش يا الثنية. انا قلت ما اطيل حتى يجي السيد ان شاء الله اذكر موقف مولاتي الرباب سلام الله عليها. ما دام ذكرت عودة العائلة الله يحفظكم ان شاء الله، اجى واحد للامام زين العابدين قال له مولاي يا ابن الحسين احنا ما عرفناكم فرد يوم من الايام انتم عندكم قسوة
ولا تعذبون لا عبد ولا جارية. قال له نعم تمام. قال له مولاي اسمح لي، هالمرة أنا إجيت وشفت فرد جارية قاعدة بدار مهدومة وعلى رأسها الشمس وتسطلي عليها الشمس. الإمام بكى يا شباب، قال أخ العرب هذه الرباب زوجة أبي الحسين، هاي أم عبد الله. قال له عجيب وقاعدة بالشمس وبهالحال. قال نعم شتاء وصيف ليل ونهار لا تفارق هذه الدار. الويش مولاي؟ قال رأت أبي الحسين نعم على رمال كربلاء تصهره حرارة الشمس، ورأت رضيعها بذاك الحال فأبت أن تجلس تحت دار حتى فارقت الحياة. تنقل عنها مولاتي زينب سلام الله عليها تقول أجي يمها بالليل بالليل. وبعدين مولاتي قسمت العزوات، كل ليلة عزاء، مثلا هالليلة عد مولاتي أم البنين، بكرة عد مولاتي ليلى، بعد بكرة عد مولاتي رملة، وهكذا عد مولاتي الرباب. تقول أجي يمها بالليل، تتعب من البكاء تبكي ليلا نهارا، تقول تتعب تاخذها إغفاء تنام كأنما تسلهم عينها، تقول تفز مرعوبة تركض ألزمها قلها رباب وين؟ تقول لي مولاتي زينب اسمع وليد الرضيع، اسمع عبد الله يكلمني، اركض اسمع وين؟ تقول تقول الرباب، تقول الرباب ام الرضيع، تقول اعوف النوم وافزع بحلات النوم حسبالي بشولي اجي وقعد يرضى. أثارة حلم بصوته ولويت على المهجيدي، قمت لأن المهد خالي وزادت حسرتي وعيني على وليد الطفل تدمع. أبيات الدعاء ختام، مولاتي تجي للمهد وتقعد يمه تقول تقول الرباب أم الرضيع تقول. الله يا مولاتي بجاه الحسين نظريني نظرة مغفرة، نظرة تبيض وجوهنا يا مولاتي، مصخمة ملطمة وجوهنا سيدتي. الرباب الرباب مهد الرضيع شلون جت لي تجي وصدرها لي تدلي، ويلا تقل لي الولد مهدك وين اوديه ينصدع قلبي من صدلي. عاد تقعد يم المهد وخال ذاك الغطاء. الويش مولاتي؟ قالت مهد الرضيع ما اريد تلوح الشمس، انا قعد بالشمس. الله اكبر. اخ تقول دار النوح لوليد لبنها وحن ما حنت الثكلة لبنها يا ثدا يمك ترى دريت لبنها يا المفطوب ام بشامل منية. يا ابني يا جنت بالظلمة تلالي تلالي عقبك غدات ظلم الليالي خذت سلوتي وظليت اسالي بروحتي ويا الدمع حالي ودورا على يميني وشمالي وهز بالمهد والمهد خالي. قضى بين العدا يا كوكبا. جزاكم الله خير، استعد للعزاء.